انطلاقة جديدة بالتطبيق الفعلي لتوجيهات رئيس الجمهورية وما ورد في مخطط عمل حكومة جراد بعد المصادقة عليه بغرفتي البرلمان، أولويات الجهاز التنفيذي للمرحلة القادمة. برنامج استعجالي يرتكز بالدرجة الأولى على التنمية المحلية والتكفل بكل انشغالات المواطنين، والكرة في مرمى الولاة والمنتخبين المحليين. شرعت الحكومة في إعداد برنامج تنموي استعجالي بغلاف مالي قدره 100 مليار دينار، والذي سطرت له 4 أهداف استراتيجية، وهي أولاً فك العزلة عن السكان والمناطق الجبلية والمعزولة، ثانياً تعميم ربط السكان بالطرق والكهرباء والغاز والماء الشروب، ثالثاً تحسين وتوفير الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم، لا سيما توفير وسائل النقل المدرسي وتحسين أداء المطاعم المدرسية، رابعاً تنويع القدرات الاقتصادية للمناطق المعزولة. لقاء الحكومة والولاة تمحور على مدار يومين حول استرجاع ثقة المواطن والتكفل الأمثل بانشغالاته من جهة، وتحسين الخدمة وتحقيق التنويع الاقتصادي بتكريس مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرارات من جهة أخرى. أصبح اليوم مجبراً على العمل الجواري والتقرب من المواطن وفتح الأبواب إليه والتكفل الأمثل بانشغالاته والابتعاد عن الوعود الوهمية والاستجابة الفورية للكثير من المتطلبات والتي في أغلب الأحيان لا تتطلب إجراءات كبيرة أو إجراءات معقدة. إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة والتخلص من أشكال البيروقراطية والمحسوبية بتنفيذ التوصيات المنبثقة عن حوار الحكومة مع الولاة على أرض الواقع، رهان الجماعات المحلية التي ستكون تحت رقابة الحكومة والمواطن.